يقفون على الجبهات درعا حصينا لبلادهم، هم جنودنا المرابطين، يذودون ويصدون ويردون أي اعتداء على حدودها. فرحتهم بذكرى بيعة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرابعة عبروا بها في هذه المناسبة الغالية على كل مواطن سعودي. بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة وتولي خادم الحرمين الشريفين سدة الحكم في هذه البلاد العظيمة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، ونقول له وللشعب السعودي الكريم نحن على العهد باقون. بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة هني خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة ونفتخر بتواجدنا في ميادين العز والشرف ولا ينقصنا إلا الدعاء. 4 سنوات منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، حافلة بإنجازات كبرى منها ما تحقق في معاقل الرجال العسكرية. نهني خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة الرابعة. نهني سيدي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة، المعنويات عالية في ميادين العز والشرف ولا ينقصنا منكم سوى الدعاء. بناء الإنسان في السعودية يواكبه بناء منظومة عسكرية متقدمة لم تقف فقط على المعدات الحربية في القوات العسكرية، بل تجاوزت ذلك لصناعتها محليا. بينما تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى بيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الرابعة، يبقى هؤلاء الرجال في متارسهم دفاعا عن الدين ثم الملك ثم الوطن، ولسان حالهم يقول: نبايعك على السمع والطاعة، نبايعك في المنشط والمكره. ناصر حبتر، الإخبارية.